تعتبر الملكة هي الوحيدة من قادة الدول والمسؤولين اللي خدموا في الحرب العالمية الثانية، وما زالوا واحدة. To be here as winners of the FA Cup has often been described as the summit of a footballer's ambition. وبمقياس رياضي عاصرت الملكة كؤوس العالم كلها، من أول كأس عالم في الأوروغواي عام 1930، يعني أنها لحقت كأس العالم عام 1950 اللي رفضت تلعب فيه الهند لأنهم ما سمحوا لهم يلعبون حافين بدون أحذية، والحقت على هدف بيليه الشهير في نهاية 1958 وعمره 17، وباولو روسي اللي طلع من السجن وقاد إيطاليا للفوز بكأس العالم عام 82، وعاصرت هدف مارادونا الشهير باليد عام 86، وبلنتي باجيو اللي ضاع عام 94، وهدف العويران اللي ضد بلجيكا بنفس السنة، ونطحت زيدان عام 2006، وسبعت ألمانيا على البرازيل عام 2014. وبمقياس حربي عاصرت الملكة الحرب الكورية، حرب فيتنام، والنكبة، قيام إسرائيل، وعدوان 56، وهزيمة حزيران، وحرب أكتوبر، والحرب العراقية الإيرانية، وغزو الكويت، وعاصفة الحزم، وغزو روسيا لأوكرانيا. على سيرة الحرب، تعتبر الملكة هي الوحيدة من قادة الدول والمسؤولين اللي خدموا في الحرب العالمية الثانية وما زالوا أحياء. في وقتها كان رتبتها ملازم وترقت إلى رتبة نقيب، تم تدريبها على الخدمة كسائق وميكانيكي، وقادت شاحنات وأصلحت أعطالها بنفسها وقت الحرب العالمية الثانية. مالك بطويلة، للغرابة حظ كبير في حياة الملكة، ومن أغرب القواعد قياس الوزن قبل عشاء عيد الميلاد. هذا تقليد تحافظ عليه الملكة من عصر جدها إدوارد السابع، فالضيوف يقيسون وزنهم قبل وبعد العشاء عشان تطمن أنهم أكلوا زين وأنها دسمت شواربهم. تشتهر الملكة بأغرب الوظائف، متخيل أن في وظيفة عندها لارتداء الحذاء، والموظفة مهمتها تتأكد أن الملكة ترتاح وقت ما تلبس حذائها، الله يكرمكم. وقامت بتوظيف عالم فلك خاص وحارس بجع للملكة، حارس طوابع وقطع لحم وغيرها من الوظائف اللي ما أحد يطلبها غير الملكة. في فترة حكمها أطلقت أوامر ملكية غريبة، مثل أمر ملكي يمنع طهي البطاطس، وأمر ملكي بمنع المونوبولي في القصر، وأمر ملكي بعدم التعرض لكلابها بأي إزعاج، وترك الحرية الكاملة لهم في التجول واللعب، وأنشأت كذلك خط عطور خاص في الكلاب. كل واحد فينا له تاريخ ميلاد واحد أو تاريخين إذا كنا بنحسبها بالميلادي والهجري، لكن الملكة تحتفل بيومين ميلاد، مو لأنها تحتفل بتقويم مختلف، لا، عندها يوم ميلادها الحقيقي، والثاني اختارته في بداية حياتها اللي هو يكون يوم فيه المناخ جيد وأنسب للاحتفال، فصار عندها بشكل رسمي عيدين ميلاد في السنة. الملكة ينطبق عليها بالتفصيل المثل اللي يقول المعروف لا يعرف. هي ما عندها رخصة قيادة ولا جواز سفر، وهي فوق القانون بالمعنى الحرفي، لأن القانون في بريطانيا يستمد شرعيته منها. تشتهر الملكة بأناقتها وحبها للألوان الملفتة، إلا أنها أحياناً تتحمس وتشطح بأشكال وألوان غريبة. عموماً، تم ترشيح الملكة لجائزة لقب عجوز العالم، وهذه جائزة لتكريم إنجازات الجيل الكبير في السن، لكنها رفضت وزعلت من الترشيح. فالعمر عند الملكة التي لا تموت هو ما تشعر به.